طيب كابتن جهاد، اخيرا مباراه الاهلي النهارده والاتحاد كان فيها حالات تحكيميه شايفها خاطئه؟ لا النهارده بصراحه الاداء التحكيمي مميز، حتى الخطا اللي كان موجود من حكم المباراه تداركناه بحكم الفار، وبالتالي ما فيش عندنا اخطاء نتكلم فيها، ما فيش عندنا حاجه مؤثره على المباراه. النهارده التحكيم في صوره مميزه جدا، سواء في ماتش الاهلي والاتحاد السكندري او الماتشات الثانيه، النهارده كان يوم تحكيم موفق. طيب انا الحالات هتحرك قدام التلفزيون؟ انا شغلت الحالات. لا انا معاك، الحالات انا عارفها كلها، ما فيش مشكله خالص. حاله الهدف الاهلي، هدف ياسر ابراهيم كان هو على كتف مدافع الاتحاد. بص يا كريم، اللعبه دي احنا بنتكلم اولا ما فيش خطا من ياسر، لا هو في دفع ولا في مسك ولا في قفز على الخصم. وبالتالي ده احتكاك طبيعي جدا بيحصل في كره القدم، والهدف صحيح، الحكم احتسبه في الملعب بصوره صحيحه، الفار رجعه بصوره صحيحه، وبالتالي هدف صحيح للنادي الاهلي تم احتسابه. الحاله الثانيه، بتتكلم عن ركله جزاء، ركله جزاء على ياسر ابراهيم بالظبط، الحكم ما شافهاش في الملعب، حكم الفار بتميز النهارده استدعاه، شاف اللقطه، شاف التدخل بتاع ياسر ابراهيم الاستاذ في على القدم على الارض، وبالتالي والكره ما كانتش غادرت، المهم جدا ان الكره ما غادرتش ارض الملعب، يعني الكره كانت لسه في الملعب، وبالتالي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها لنادي الاتحاد السكندري، وتميز من حكم الفار، والكره لا ترقى للكارت الاحمر، هي اقصى درجات التهور انذار لياسر ابراهيم. عظيم. الحاله اللي بعد كده، الحاله بنتكلم عن ركله جزاء ثانيه للاتحاد السكندري. الكوره مهاجم الاهلي، مهاجم النادي الاتحاد راوغ محمد الشناوي اللي عرقله، كانت فرصه محققه طبعا، في منافسه على الكوره، وبالتالي بتنزل الكارت الاحمر للكارت الاصفر، فركله جزاء صحيحه وكارت اصفر صحيح، وتميز من محمود البنا، فتح زاويه رؤيه وشاف كويس، حسب في الملعب، ده اللي احنا عايزينه كتحكيم، ان الحكم يحسب في الملعب، المساعد يحسب في الملعب، وبالتالي حكم الفار يراجع ويأكد على قراره اللي هو قرار صحيح، وركله جزاء صحيحه وانذار صحيح لمحمد الشناوي. بس حسيت ان الشناوي بيحاول يبعد ايده، بس كان خلاص عمل احتكاك يعني. اللي كان حصل بالرجل ما حصلش بالايد، يعني الايد ما جاتش، الاحتكاك اللي حصل كان حصل بالرجل. بالرجل مش الايد. لكن بالرجل مش بالايد. رجله اللي دخلت على رجله اليمين. مظبوط. طيب نشوف في حالات تاني. في لعبة كان الاتحاد طالب بها بركلة جزاء، لعبة ديانج في منطقة جزاء النادي الأهلي، لكن عايز أقول لك إن ديانج نجح تماما في وصول الكرة، ودم وصل للكرة انسى بعد كده أي احتكاك يحصل، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراة، ومراجعة صحيحة من الفار، وقرار صحيح في مجمله. بنتكلم على طاقم تحكيم أدى مباراة بصورة مميزة. هايل. وده نتمناه في كل المباريات، ده كويس. هايل. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على الافاده دائما، شكرا جزيلا.